وبالتالي يا شباب لو الفيرتيكال جروب of the superficial inguinal lymph nodes تتواجد عند انتهاء اللونج سافينس فين او الجريت سافينس فين والترمينيشن الخاص بي في الفيمورال فين. تمام، بصوا يا شباب ده مشهد حلو جدا برضو للفيرتيكال جروب او اللي احنا بنسميها الانفيريور لينف نودز. واسف للمره الثالثه، هنا عندنا ادي الهوريزونتال ماشي، في عندنا منطقتين اللي هم دول السوبيريور لاترال ودول السوبيريور ميديال، خلاص كده. والمنطقه الفيرتيكال تحديدا دي اللي احنا بنوصفها المنطقه الفيرتيكال ان هي بتبقى ريليتد للجريت سافينس فين عند الترمينيشن بتاعه او عند نهايته، وزي ما قلنا دي بتاخد كل اللور لمب مع الاستثناءات اللي احنا قلناها. اما بنيجي نبص هنا الناحيه الثانيه اللي هو الاستثناء بقى بتاعنا، هنجد ادي السمول سافينس فين، وهنا في عندنا هنا مجموعه الليمفاتيك فيزل زي ما انت شايف كده، وفي الليمفاتيك فيزلز برضه الناحيه الثانيه. الليمفاتيك فيزلز اللي هي ناحيه الميديال، عندنا ده اللاترال اهو، الليمفاتيك فيزلز اللي هي ناحيه الميديال دي هتبقى اللي هي ريليتد للجريت سافينس فين، خد بالك، اللي هي ايوه اللي هي الليمفاتيك اللي بتبقى جايه من هنا من ناحيه الميديال، اللي جايبه كل انت عندك هنا كل الثاي تقريبا والليج من ناحيه الميديال ومن ناحيه الانتيريور، كل ده هيتجمع زي ما انت شايف كده سوبر فيشال لينف فيزلز هتتجمع هنا في الفيرتيكال جروب. لما بنيجي بقى عند الليج ناحيه البوستيرو لاترال دي كلها بترجع تصب هنا في الليمف نودز اللي بنسميها البوبليتيال لينف نودز ماشي. والبوبليتيال لينف نودز بتتواجد عند التيرمينيشن اوف ذا سمول سافينس فين. سمول سافينس فين بيبقى داخل هنا اهو، ده مشهد جميل جدا، هو داخل في البوبليتيال فين تمام كده، بينما هنا الايه الجريت سافينس، انا اسف ان انا بعيد، الجريت سافينس بينتهي في الفيمورال فين تمام. هنا دي الفيرتيكال جروب اوف ذا سوبرفيشال انجوينال لينف نودز، بينما دي هي جروب كده مع بعض نفسها كده اسمها البوبليتيال لينف نودز تمام. دي تاخد، انا اسف، دي بتاخد الايه الجلوتير ريجون بيلو ذا ايليا كريست، دي بتاخد الانتيريور ابدومينال وول بيلو ذا امبيليكس، وبتاخد البرانيوم، وبتاخد اجزاء من الاكسترنال جينيتاليا، دي بتاخد كامل اللور لمب الثاي بقى والليج وهكذا، ما عدا الجانب البوستيرو لاترال من الليج، وكمان لما بننزل تحت اللي بنسميه البلانتر سيرفيس، جزء من البلانتر سيرفيس اللي هي الحته اللي احنا بنقف عليها تمام كده، كل ده بيروح للبوبلوتيال لينف نودز. طيب هل البوبلوتيال دي موضوعنا؟ لا دي اطلاقا، خلاص كده البوبلوتيال ديت اتشرح موضوع لوحده، احنا موضوعنا الاساسي مين؟ الايه السوبر فيشال انجوينال لينف نود، لكن انا لازم اربط لك كل حاجه ببعضها تمام كده. السوبر فيشال انجوينال لينف نودز اللي هي تعتبر احنا لسه بنتكلم في الثاي، انا كل ده في قائمه الثاي، ايه اللي هيوديني عند البوبلوتيال فوس؟ انا في منطقه الفخذ وموجود تحديدا في السوبر فيشال فاشيا كمان. طيب بعد كده كده احنا خلصنا الارياز اللي هي السوبر فيشال انجوينال لينف نودز بتعمل لها درينج، فانا عشان كنت بخلص الارياز بتاعت الدرينج فكنت لازم اجيب يعني سيره البوبلوتيال فوسا البوبلوتيال لينف نودز وعلاقتها بالفيرتيكال جروب. طيب اما يبقى دي كده السوبر فيشال انجوينال لينف نودز، طيب هي بتجمع من المناطق دي البكتيريا وهكذا هتودي فين؟ عندنا هنا يا شباب في هنا فاشيا اسمها الفاشيا المثقوبه، بنسميها الكريبري فورم فاشيا، كلمه كريبري فورم يعني مثقوب، والاوبننج او الفتحه الموجوده بنسميها سافينس اوبننج نسبه للجريت سافينس فين. الليمف فيزلز بتبدا ان هي تطلع من هذه المحطات اللي هي الانجوينال لينف نودز وتخرق وتعدي من خلال الكريبري فورم فاشيا وتتوجه ديبلي باتجاه الايه الفيمورال فين وباتجاه لينف نودز. لما نيجي بقى نخش ديبلي كده بنبدا نخش ديبلي نتعرف على مجموعه جديده بنسميها الديب انجوينال لينف نودز. طيب عشان اشوف الديب جروب ده اعمل ايه؟ هتشيل السوبرفيشال جروب وتشيل الفاشيا وتشوف منطقه دخول الجريت سافينس فين وهو رايح للفيمورال فين، واشوف بقى الفيمورال فين والليمف نود الموجوده حواليه. ادي الجريت سافينس فين ينتهي في الفيمورال فين، الليمف نود يا شباب بنسميها ايه؟ ديب انجوينال لينف نودز. والديب انجوينال لينف نودز اللي بتاخد من السوبرفيشال انجوينال لينف نودز، الديب انجوينال لينف نودز بقى بتاخد الدرينج بتاعها وتروح للينف نودز جنب الاكسترنال ايليك فين، بنسميها الاكسترنال ايليك لينف نودز. والى اللقاء.